سبحان الله. هناك من يقول أن أول خلق الإنسان قرد، نسأل الله العافية والسلام. هذا الكلام لا يقوله عاقل أصلا، لا يقوله من يؤمن بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن أول خلق الإنسان آدم، وآدم من تراب عليه الصلاة والسلام. كيف نؤمن بهذه النظريات الباطلة التي هي مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة؟